أن قد أسفرت جلسات المؤتمر واجتماع المجلس الأعلى للأمانة العامة لدور هيئات الإفتاء عن 5 مشاريع نأمل جميعا أن نسرع بإنجازها ورؤية ثمرتها في الوقت المحدد لكل مشروع، وهي: 1. تدشين حزمة من البرامج التدريبية عبر الفضاء الإلكتروني للتواصل وإصقال مهارات الإفتاء للمتصدرين للفتوى حول العالم. 2. إصدار مجلة إلكترونية باللغة الإنجليزية تحت عنوان The Muslim Bond تعنى بالخلفية الفكرية والدعوية للإفتاء في قضايا الجاليات المسلمة حول العالم. 3. إصدار موسوعة جمهرة المفتين حول العالم وتقدم نماذج للاستنارة والاسترشاد من خلال المفتين حول العالم. 4. إطلاق منصة إلكترونية للتعليم الإسلامي الصحيح. 5. إصدار تقرير حالة الفتوى حول العالم. يرصد هذا التقرير الفتاوى ويحلل مضمونها ويفسره ويقومه ويخرج بنتائج وتوصيات تفيد الجميع.